عينت الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية امرأة لأول مرة على رأس مركز للشرطة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. ما وصلتوش لحد الآن للموقع؟ ولدت النقيب عبير ونشأت في بيت لحم، وهي متزوجة من النقيب أمجد أبو فارة رئيس قسم التحقيق الجنائي في شرطة بيت لحم، وهي أيضا أم لصبيين. تعودت على العمل في مجال الشرطة بعد 10 سنوات من المثابرة والاجتهاد دون كلل أو خوف، حيث كانت تشارك ضمن مهام عملها في دوريات الشرطة وعمليات تفتيش المنازل وتأمين سجون الرجال والنساء. وإلى جانب ذلك أسندت إلى النقيب عبير أبو فارة مهمة توفير الأمن وحفظ النظام لزهاء 23,000 نسمة هم سكان بلدة بيت ساحور القريبة من بيت لحم. كنت معهم من وأنا ضابط لحد ما صرت مدير، فأنا بعتقد أنه هاي الثقة وطريقة التعامل انبنت خلال هاي 10 سنوات اللي أنا تعاملت معهم فيها. يمكن أنا شخصيا يعني ما تفاجأت في طريقة ردة فعلهم، لأنه ردة فعلهم زي ما حكيت لك مش وليدة اللحظة، كان في تقبل. بعرف انه ممكن يكون في ناس عندها تساؤلات وناس عندها امور خفية وناس لسه بتحكي هل حتكون قادرة. وأعربت عبير أبو فارة الحاصلة على بكالوريوس في التحاليل الطبية وعلوم المختبر، أعربت عن تقديرها لقيادة الشرطة الفلسطينية لمضيها قدما في تحقيق هدفها المعلن بتحقيق المساواة بين النساء والرجال في الخدمة. لما انضميت لسلك الشرطة كان عندي طموح، وأنا من الناس طموحين كتير يعني راح تكتشف، فأنا يمكن وصلت لهون لكن طموحي ما. وكان العمل في سلك الشرطة بالمناطق الفلسطينية يقتصر تقليديا على الرجال، لكن الوضع تغير منذ سنوات حيث سمحت الشرطة بانضمام العديد من النساء إلى صفوفها. أفضل، ربما أفضل، ممكن تكون أفضل بكثير من الرجال. في رجال كثير يعني انا برايي ما يعني ما وصلوش للمرحله اللي وصلت لها النقيب عبير يعني. وانا بديش اميز بين المراه والرجل لانه انا مش في مجتمع ذكري او انثوي، لكن هي قدراتها يعني وصلتها لمرحله انها كانت افضل من الرجال. يرى كثيرون ان تعيين النقيب عبير ابو فارة في هذا المنصب يعد خطوه الى الامام للمراه الفلسطينيه.